بالعاصمة الاقتصادية أعطيت انطلاقة النسخة الثانية لمهرجان احتفالات أنفا بارك على إيقاع العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة. التظاهرة المستمرة إلى غاية 30 من يوليوز الجاري تقدم برنامجاً صيفياً غنياً بالأنشطة والترفيه من أجل كل الأسر. هذه التظاهرة مفتوحة ومتاحة لجميع سكان الدار البيضاء، والاحتفالات تبدأ من الساعة 9 صباحا حيث تغطي الملاكمة والكرة الحديدية واليوغا وغيرها، وكذلك المكتبة الوسائطية للمعهد الفرنسي حاضر أيضا ضمن هذه الأنشطة في فضاء أنفا بارك. الجمهور العريض سيكون لمدة 24 يوماً على موعد مع مختلف التجارب الفريدة الخاصة بالترفيه والاحتفال، قوامها الأنشطة الفنية والرياضية والتربوية، علاوة على مواعيد ثقافية وموسيقية. الدورة الأولى من كازا أنفا لاتينا ستقدم لجمهور الدار البيضاء العديد من الأنشطة حول الثقافة اللاتينية، مثل دروس الرقص كالتانجو والسالسا والباتوكادا والمشي على الركائز والكابويرا. وخلال هذه السنة يستفيد زوار المهرجان من العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، مثل العجلة الكبيرة التي توفر إطلالة خلابة على منتزه أنفا، ومختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل اليوغا والملاكمة وغيرها.